سكان حي أبو مراغ يرفعون شكواهم عن الصرف الصحي لبرنامج يا هلا، وأيضا في يا هلا لهذه الليلة 15% نمو في أرباح المصارف السعودية في 2013 توقعات. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. اليوم هو اول يوم في عام 2013، كما يعني وعدناكم منذ سنوات ان ما نخيب ظنكم فينا ابدا. ان شاء الله ايضا سنه 2013 نحقق فيها هذا الهدف، نحاول قد ما نقدر، ندري ان مقصرين في حقكم لكن نبذل الجهد، والباقي أيضا توفيق من الله. وتأكدوا أنه هذا البرنامج هو برنامجكم أنتم قبل كل شيء، المشاهدين والمشاهدات والناس اللي تعبانين في حياتهم أو الناس المظلومين، أو أيضا هو برنامج المسؤولين الشرفاء الفاعلين الذين يعملون وفيهم حس وطني عالي. هو برنامج ضد كل من يفسد وضد كل فاسد وضد كل ملفات الفساد. أشكر كل من وثق فيه وأشكر كل من دعمه حقيقة، وننطلق إن شاء الله انطلاقة جديدة مع 2013. نبدأ من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج جهالة من الصحافة السعودية. نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة اليوم للكاتب نبيل المعجل بعنوان تلميذ النجيب وزبون النجيب أيضا. يقول الكاتب: في بداية الثمانينات الميلادية بدأت البعثات الدراسية الماليزية في الهطول مثل المطر على الجامعات الأمريكية. شكلت تلك البعثات بداية عهد رئيس وزراء ماليزيا السابق محمد مهاتير، عندما أزاح الكسل والتخلف عن مسلمي ماليزيا. خلال أقل من 20 عاما غدا النصف المعطل والعالى سابقا ينافس الآخرين في الهمة والنشاط، وأصبحت ماليزيا من أكثر الدول تطورا ورخاء بفضل التفاعل الثلاثي الإجباري بين الملاويين المسلمين والصينيين والهنود. ويقول المعجل: وأعود هنا وأسأل، ما الذي فعلته ماليزيا مهاتير ودول كثيرة غيرها كالبرازيل والهند ولم تفعله دول الخليج؟ سأستشهد هنا بما قاله مالك بن نبي وهو يتحدث عن اليابان بقوله: وقفت اليابان من الحضارة الغربية موقف التلميذ، ووقفنا منها موقف الزبون، استوردت الأفكار واستوردنا الأشياء. ويضيف الكاتب: يرى التلميذ وجوده في الحياة قائما على التعلم، التلميذ يخطئ ويعلمه أستاذه، أما الزبون فهو دائما على حق، حتى لو قال كلاما تافها فسوف يتحمله البائع لأنه زبون. هذا الفارق صنع مجد ماليزيا التي لم تتوقف عن التعلم والمعرفة والسؤال، كانت تبدأ من حيث انتهت المدنيات الغربية وتضيف في صناعتها وتحسن فيها. وفي ختام مقال المعجل يقول: ماليزيا وغيرها من بلدان جاء ذكرها سابقا تحولت من تلاميذ إلى أساتذة، أما الزبائن فسيظلون زبائن كما هم، مع إضافة صغيرة وهي أنهم لن يكونوا قادرين على الاستهلاك وتوشك أموالهم أن تنفذ. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتب علي سعد الموسى بعنوان الحرس الدعوي لفضيلة الشيخ. يقول الموسى: أحمد لأخي الكريم وبلديات النبيل عائض القرني أنه تصرف بحضارة إنسانية وهو يجتهد كي يحصل على رقم زميلنا مراسل الوطن عبد المحسن الفاران، ثم يتصل به معتذرا لما حصل عليه من اعتداء من قبل أحد مرافقيه بعد سؤال اعتيادي لا مشاحة فيه، لكن تقديري لأبي عبد الله لن يمنعني من الطلب إليه أن يمتحن صدى رسالته الدعوية الوسطية المتسامحة التي كنا نظن معه أنها ستصل إلى عشرات الآلاف من محبي، فإذا بها لم تصل إلى أقرب من يسير معه في الركب والرفقة، وإذ بالمرافق يستخدم الشتم والدفع لأن واحدا رمى بسؤال مختلف إلى فضيلة الشيخ. ويضيف الموسى: فمن تجربتي لا شيء يسيء لصورة الكبار من ميدان العمل الدعوي بأكثر من هؤلاء الجنود المتطوعين،
دائما تجدهم متجهمين متحشرين وطابورا مرتصا وكأنهم ذاهبون لغزوة تنتشل الفضيلة من براثن الرذيلة. في التواجد الإلكتروني لهذا الحرس الدعاوي اقرأوا تغريدات هذه الكتائب في نصرة محمد العريفي على عادل الكلباني لتعرفوا الفوارق ما بين الشيخين وبين الحوارين كان في قمة النضج والرقي في أدب الاختلاف. بينما تبدو اللغة المتواضعة واضحة في ردود هذا الحرس الدعوي، هنا يبدو واضحا ظل موكب الكلباني في وجه الطابور الطويل للأنيق محمد العريفي. التعليق الأبرز جاء من القارئ فاضل العنزي بقوله: إذا كان الأمر كما ذكر فمن المفترض أن يعاقب المعتدي، فلا يصح أن يعتدي على الناس مستظلا بعباءة الشيخ. في موكب الملك نرى الحراس يتأدبون مع الناس ويحترمونهم، أما هذا التصرف يعطي انطباعا سيئا عن التدين. المقال الذي اختاره لكم فريق يهلا من صحيفة عكاظ للكاتب خالد سليمان بعنوان مجلس شورى منتخب. يقول الكاتب: انتخابات مجلس الشورى مرحلة قادمة لا محالة، وهي حلقة من حلقات تطور تجربة المجلس المرتقبة. المهم أن نكون مستعدين عند حلول موعدها لنخوض التجربة من نضج وكفاءة وآلية. ويضيف لسليمان: أول ما نحتاجه هو تعزيز دور المجلس الرقابي بحيث يمتلك صلاحيات بحث موازنة الدولة ومناقشة بنودها ومساءلة الوزراء. وثاني ما نحتاجه هو تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع حتى لا تولد التجربة الانتخابية المرتقبة من رحم العنصرية أو القبلية أو الفئوية. فلا ديمقراطية بلا ديمقراطيين، وإلا كانت ديمقراطية عرجاء تسير في طريق مائل يقود إلى السقوط. ويكمل سليمان: الاستفادة من تجارب الآخرين وتلافي السلبيات التي شابتها كفيلان بأن نختصر المسافة التي يجب أن نقطعها حتى نصل إلى الحالة الانتخابية التي تسهم في دفع عجلة التنمية. ويختم سليمان: هل أستبق الزمن أو أعيش الحلم؟ ربما، لكنني لا أريد أن تصل بكبسولة الزمن إلى صحراء قاحلة أو أن أفيق من حلمي على كابوس واقع أتندم فيه على الاستيقاظ. أيضا نتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم والهاشتاغ الأنشط وأيضا الرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الرياض للفنان منير الذي يصور بريشته رواج تجارة المخدرات أيام الاختبارات. من الهاشتاجز النشطة لليوم تقليص إجازات المعلمين، إذ يتجه أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مقاضاة وزارة التربية والتعليم متهمين إياها بمخالفة أنظمة الخدمة المدنية التي تنص على منح الموظف إجازة سنوية لا تقل عن 36 يوماً. وحذرت وزارة التربية والتعليم جميع منسوبيها في تعميم حصلت الشرق على نسخة منه من التجمهر أمام مبنى الوزارة عند مطالبتهم بتحسين مستوياتهم الوظيفية أو التثبيت أو المطالبة بالنقل أو غيره. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة لليوم على اليوتيوب: مسلحان يهاجمان عمالة كامبرجر في محاولة سطو فاشلة. وقد خصصت إدارة مطاعم كامبرجر بالرياض مكافأة مالية قدرها 100,000 ريال لمن يكشف هوية اللصين اللذان هاجما مطعم كامبرجر الواقع على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من مخرج 5 قبل أيام قليلة. ومن الفيديوهات الأكثر مشاهدة أيضا عرض الألعاب النارية لبرج خليفة يوم أمس.
نبقى في أو نعود للمملكة العربية السعودية. كنا في دبي في اللقطة الأخيرة، والمملكة العربية السعودية هذا اليوم ولكن بالأرقام وليس بالكلام. خمس ائتلافات عالمية تتنافس على قطار جدة الخفي. 16 مليار ريال قيمة التعويضات المقدر صرفها لمستفيدي التأمينات الاجتماعية للعام القادم. 1700 مليون خسائر الخطوط من تدني أسعار التذاكر الداخلية. استعادة أكثر من 18 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية جنوب جدة. 23% زيادة في قيمة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي. إذن فقرتنا الأولى انتهت، فاصل ونعود لكم بعد قليل وننطلق قضيتنا لهذا المساء. أهلا وسهلا بكم. اشتكى سكان حي أبو أمراغ في مكة المكرمة لبرنامجنا عن وضع الصرف الصحي في حيه، إذ تنتشر مياه الصرف الصحي مختلطة مع شبكة المياه منذ سنتين حسب قولهم، طبعا دون الانتباه، ما انتبه لهم رغم طلباتهم جهات كثيرة المعنية في هذا الشأن، لكنها حسب أيضا شهاداتهم يقولون أنها تتنصل عن مهامها. أخيرا تحركت مصلحة الصرف الصحي وأنزلت معداتها في الحي لمحاولة الإصلاح، إلا أن التوجيهات جاءت من شركة المياه الوطنية للتوقف عن العمل لعدم وجود ميزانية مرصودة لإصلاح الصرف الصحي بهذا الحي كما قالوا. واعتبر حي أبو مراغ أحد الأمثلة لأحياء فقيرة منتشرة في بعض مناطق المملكة والتي تعاني من مشكلة مياه الصرف الصحي. زملائنا ذهبوا إلى هذا الحي في مكة وقابلوا أهل الحي ووفونا بهذا التقرير. عبد الله يحيى هو من ذهب، نتابع. لك أن تتخيل كم يعبس هذا المكان وما فيه في وجه أبو حاتم الكفيف الذي ساقته الأقدار ليسكن في هذا الحي الذي طافت فيه مياه الصرف الصحي منذ قرابة العامين وشكلت أزمة صحية وبيئية واقتصادية على جميع سكان هذا الحي الذي يطلق عليه أبو مراغ في شمال مكة المكرمة، دون أن تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الكارثة رغم المطالبات الحديثة من الأهالي. كنت في الماضي أذم مع هذا الطريق، شوف هذا الحين المياه وارتفعت هذا الآن، وهذا كلامي كله من قبل سنتين. بعد ذلك عاد ما لنا غير سبحان الله نترك هذا الطريق وندور خط أفضل ثاني. دورنا الخط الثاني هذا اللي هو من خلفكم اللي هو حق المسجد، خط الثاني وهذا خط عام. سيارات مسرعة سبحان الله، الواحد أنا في نفسي خايف، يجيك واحد طايش دقك بالسيارة، الأهل يدهم على قلوبهم اللي يروح ويجي لأنه خط عام. بعض الأحيان يجي الشارع تكون فيها المياه زايدة، ما أستطيع والله. قبل يومين خرجت قبل الإقامة من أجل أن أصلي صلاة الفجر، والله ما استطعت أروح بسبة المياه هذه اللي موجودة أنا الآن، وهي الواحد يخشى منها تعد ملابسه يروح يصلي، هي طاهرة ولا ننسى صلاته باطلة. بحسب إفادة الأهالي بدأت هذه المشكلة بعد مشروع تمديد أنابيب المياه المحلة، حيث تسبب تمديد المشروع في تسربات حدثت من اليوم الأول لضخ المياه في هذه الأنابيب، فتداخلت مع مياه الصرف الصحي وفاضت بين المنازل والطرقات حتى أدت إلى تلف البنية التحتية لكثير من الممتلكات، وفشلت كل محاولات السكان في عزل الماء عن منازلهم.
نبغى المسؤولين، نبغى الدولة تقوم بالشيء هذه، هذه مسؤوليته كل راعي كل مسؤول عن رعيته. هذا حنا هذا في ذمة من دي؟ في ذمة الدولة في ذمة المسؤولين، هذا اللي بتحملها المسؤولية. من يتحمل المسؤولية؟ المواطن يتحملها؟ طب وانا نقطها قطة أهل الحي نصلح الأحياء حقتنا؟ ما مدينا. والله كل واحد عنده براتب 100,000 ريال يقط يحطه ما يسد. يتكلم يقول مياه جوفية، لكن ما شفنا المياه جوفية. هذه مجاري حتى باين رايحتها، يعني طالع الرايح حقتها قوية. جاتنا الآن حمد ظنك. حمد ظنك أنا كان عند واحد من الجماعة هنا موجود. مريض الآن في المستشفى من أول. ما أعتقد أن أي إنسان يعجب الوضع. سواء وضع المياه الطافحة، سواء وضع البعوض وحمض ظنك، احنا جيراننا صاروا يتعالجون الآن بشكل يومي عن حمض ظنك، لكن ما ندري. طمنونا بوجود الصرف الصحي والآن توقف مشروع الصرف الصحي وشالت الشركة معداتها، فالله المستعان. يبدو أن أطهر بقاع الأرض موعودة على الدوام بمشاكل بيئية من نوع غريب، فالذاكرة ما زالت تذكر تكدس النفايات التي تملأ بالأمس القريب الكثير من أحياء مكة، بينما هذا الحي شاهدا آخر على تردي المتابعة البلدية وغياب المسؤول عن الرقابة، فكانت النتيجة معاناة طويلة من طوفان مياه قذرة تزقم الأنوف صباح مساء وتتسلل إلى المنازل ومياه الشرب تاركة خلفها التلوث والمرض. لبرنامج يا هلا، عبد الله يحيى، مكة المكرمة. شكرا عبد الله على التقرير. معنا في استديوهاتنا هنا الأستاذ نايف الحربي الكاتب في صحيفة المدينة، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. وسينضم لنا بعد قليل الدكتور غازي جمجوم، وهو أستاذ علم الفيروسات بجامعة الملك عبد العزيز. أيضا كما سينضم لنا إبراهيم الشيخ أحد سكان الحي، وأيضا راح يكون في مختصين أكثر بعد قليل. أبدأ معك أخوي نايف، أهلا وسهلا فيك. إيش رأيك في ما شاهدت في التقرير؟ وهل أهل الحي يبالغون أم أنه هذا الحي منسي من قبل الجهات المعنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر يعني قناة روتانا على هذه الاستضافة. حقيقة الصور كانت بليغة قبل شيء، صور فعلا تثبت لنا أن ما يعانيها الحي أكبر مما تحدث عنه المواطنين. وللأسف الشديد هناك الجهات للأسف المسؤولة، يعني هل هي يعني ليس لديها مراقبين يذهبون لهذه الأحياء ويتأكدون فعلا أن هذه الأحياء فعلا تعاني من لا سمح الله من المياه المجاري، المياه الآسنة التي منعت حتى شخص قبل شيء يقول لا أستطيع أن أذهب للصلاة، كيف أذهب للصلاة عن ضمن شوارع مليئة بالمياه، مليئة بالمجاري، مليئة بالمياه القذرة، مليئة بالمياه النجسة، كيف أذهب أصلي؟ إذن نحن أمام أزمة كبيرة، أزمة الصرف الصحي التي تعاني منها المملكة العربية السعودية، وليس هذا الحي فقط، هناك أحياء في جدة، هناك أحياء في مكة، هناك أحياء في شرق، في غرب، في شمال المملكة تعاني نفس هذه المشكلة وتتكرر هذه المشكلة. وأيضا هناك خسائر، هناك الطرق تتأثر، الأرصفات تتأثر، المنازل تتأثر، المواطنين أيضا طلاب المدارس. أنا بفهم كيف طالب مدرسة يذهب للمدرسة نظيف إذا كان الشارع بهذه المياه الآسنة، هذه المياه التي تجري كأن هناك أمطار، كأن هناك أودية، كأن هناك شعاب. للأسف الشديد يجب أن يكون أن ننظر فعلا إلى هذا الحي، أن ننظر للأحياء الأخرى، أن فعلا أن الجهات الرقابية لا تتحجج بالميزانية. الآن ولله الحمد الميزانية الآن أعلنت فيها مليارات ومليارات ومليارات وفوائض، لماذا لا نستفيد من هذه الفوائض لمعالجة البنية التحتية لهذه المساكن ولهذه الأحياء؟ نعم. طيب، معي إبراهيم الشيخ واحد أحد سكان الحي. إبراهيم، أروي للقصة، يعني منذ متى وهل تأكدتم فعلا أن مياه صرف صحي وليست يعني مياه جوفية؟ أيضا قل لي كيف تعاطت معكم الجهات المعنية، سواء أمانة مكة المكرمة، أمانة العاصمة، أو حتى وزارة الشؤون البلدية، أو الجهات اللي هي مسؤولة، أو شركة المياه، كيف تعاطوا معكم؟ بالنسبة للمعاناة بدأت من قبل سنتين أو أكثر، وإحنا يعني راجعنا كثير من الجهات الحكومية نحاول نتوصل لحل المشكلة هذه. لحد الآن والله ما حصل أي حاجة بالنسبة للكارثة الموجودة في الحي. إيه بس قل لي، من سنتين أنتوا سويتوا إيش الإجراءات
الجهات اللي خاطبتوها عندكم؟ أيوة تكتل عندكم تكتل، عندكم محامي، ايش وضعكم بالضبط يا استاذ؟ احنا رحنا الأمارة بثلاث خطابات وموجودة عندي أرقامها، والأمارة برضو أرسلت للأمانة، والأمانة أرسلت لبلدية العمرة الفرعية، وعلى أنهم يعني يحاولوا أنهم يشوفون حل المياه هذه الموجودة، ونتمنى احنا ونتعشم يعني من المسؤولين النظر في الموضوع هذا. طيب برضو عيد وكرر، هم لما رحتوا للأمارة ولا إيش كان ردهم عليكم؟ بالنسبة للأمارة أرسلوا للأمانة بكذا خطاب، والأمانة ما ردت مع ما تجاوبت معنا بأي حاجة. يعني إحنا موجودة المياه عندنا، لو إنه مثلا يعني هم أرسلوا وايتات، على الأقل وايتات شفط أو محاور للمياه وحاولوا يجمعوها في منطقة معينة، كان ممكن يعني تخف المشكلة هذه، لكن ما تجاوبوا معنا في هذه الحاجة. وبالنسبة للمياه كثير من الآن موجودة الأمراض، وال يعني بسبب المياه لأنها انتشرت حمى الضنك وكثير من الحشرات، يعني لحد اليومين ثلاثة أيام الماضية كثير من السكان تنوموا في المستشفيات عشان حمى الضنك. طيب معي الآن انضم للمهندس فايز كنسارة، مدير عام التخطيط العمراني في أمانة العاصمة المقدسة. مهندس فايز أهلا وسهلا بك. ما رأيك فيما ورد في التقرير وفيما رواه إبراهيم الشيخي وفي ملف حي أبو مراغ هذا، ما القصة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حقيقة مخطط مراغ واحدة أحياء الموجودة في شمال مكة المكرمة، حقيقة المشكلة هذه ظهرت خلال السنتين الماضية. طبعا المخطط مخطط قديم ما كان في ذاك العمران، خلال الفترة الخمس سنوات الماضية انتشر في العمران، فنتيجة انتشار العمران حقيقة وعدم وجود بنية تحتية من صرف صحي، فكان أحد الأسباب هذه في ارتفاع مستوى المياه الجوفية أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية. فنلاحظ كل خلال التقرير هذه هي مستوى المياه هو موجود في الشوارع وفي الأراضي البيضاء الغير مبنية، أو في بعض المباني اللي تكون في عندها بدرومات تسربت المياه الجوفية ودخل داخل بدرومات. حقيقة أمانة العاصمة وبتوجيهات معالي أمين العاصمة وبناء البلاغات اللي وصلت لها، كانت هناك عندها تحرك وتنسيق مع شركة المياه الوطنية ووضع الحلول السريعة اللي تقلل من المشاكل هناك. حقيقة أحد الحلول السريعة اللي سووها ونسقوا فيها هو عمل آبار ارتوازية لمحاولة تقليل من هذه المياه. النقطة الثانية كان في تنسيق مستمر مع شركة المياه الوطنية، وعلى أساس أنه ترسية عقد للصرف الصحي، والحمد لله يعني الشركة اللي أنيطت بالصرف الصحي أخرجت صريح التنفيذ وبدت البيع، بدأت العمل الفعلي في المنطقة. يعني أنت يعني أفهم من كلامك أنه أنت أوريدي سويتوا حلول للناس دولة؟ حلول طبعا فيه طبعا حلول طبعا فيه حلول بتقول مؤقتة. لما تقول أبار ارتوازية حفرتوا في ذا الحي أبار ارتوازية؟ نعم، هناك في تنسيق في حفر أبار ارتوازية بين الإدارة العامة لصرف السيول والحدائق والتجميل للاستفادة من هذه المياه الجوفية. نعم، اختلفنا مهندس فايز، بس معلش اعذر جهلي. أنت من ضمن الحلول السريعة أنه تحفرون أبار ارتوازية، هذا الحل في مشكلة كبيرة، حفرتوا فيه ولا لسه تدرسون؟ لا، بدوا الأخوان في الحفر. طب بس يعني متى راح تظهر النتائج إيجابا، يعني تنعكس إيجابا؟ القضية صار لها سنتين يقول النتائج الشيخ. لا هي حقيقة الأستاذ هي خطوتين. خطوة أساسية حقت مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي في الحي، وهذه أساسية. الحلول حقت حفر أبار ارتوازية تقليل المشكلة وليس لنهاية المشكلة.
إيه هذا الحل السريع أنت بس الحل. طيب الحل الثاني عندكم جدول زمني مثلا؟ طبعا شركة المياه الوطنية هي مسؤولية الصرف الصحي بحكم الاختصاصات مناطة بشركة المياه الوطنية، هي جهة المسؤولة عن تنفيذ شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. نعم أكد لليوم رئيس البلدية الفرعية إنه المقاول فعلا بدأ بداية فعلية في تنفيذ الشبكة، وصار تنسيق مع نفس المقاول ومع الإدارة العامة لتصريف السيول في شفط هذه المياه والاستفادة من مناهل تصريف السيول الموجودة في المنطقة. هو تأخر عشان موضوع الفلوس من خلال تصريف السيول، عشان موضوع الفلوس هو تأخر يعني ما بدأ ولا شلون؟ لا الفلوس أعتقد أن في الفترة الحالية ما في مشكلة، يعني حقيقة يعني ميزانية الخير ميزانية اللي أعلنت عنها سابقا أنا لا أعتقد أنه الفلوس في مشكلة أساسية. حقيقة جهاز سمو أمير المنطقة وسمو الوزير في إنهاء هذه المشاكل ما أعتقد أن هناك في مشكلة مادية. لأن أهل الحي يقولون حط المعدات بعدين ما اشتغلوا قالوا ما في ميزانية مرصودة. هذا اللي أيضا أعتقد أنه نايف الحربي كاتب نحن تحدث مع المقاول وعنده معاناة ظاهر شرحها لك، راح أسمعها منك أستاذنك مهندس فايز أيضا أستاذ نايف إبراهيم الشيخ أستاذ إبراهيم في فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن ابو مراغ حي مكه اللي يعاني من مشاكل في الصرف الصحي وسكانه يعانون حتى من امراض بسبب هذه المشكله. ضيوفي الاعزاء يعني من هنا نايف الحربي كاتب صحه المدينه، اهلا وسهلا بك، وايضا فايز كنساره وهو مهندس فايز كنساره مدير عام التخطيط في امانه العاصمه. كان معنا ايضا ابراهيم الشيخ احد سكان الحي، الان غادرنا ابراهيم قال شرح ايش معاناتهم. انضم لنا الان الدكتور غازي جمجوم وهو استاذ علم الفيروسات بجامعه الملك عبد العزيز. نايف انت يعني تحدثت مع بعض اصحاب المعاناه من المقاولين، هل مبرراتهم منطقيه للتاخير وعدم التنفيذ وتاخر التسليم؟ الحقيقة أنا يعني قبل البرنامج كان بيني اتصال بيني وبعض المقاولين في هنا في منطقة الرياض تحديدا، واعتقد أن المشكلة شاملة للمملكة حسب ما فهمتهم، لأن عندهم مشاريع في الرياض وعندهم مشاريع في جدة وفي مكة. المقاولين تعرف يأخذون مشاريع بمختلف مناطق المملكة، قالوا هناك أكثر من 15 دائرة حكومية أو خاصة على أساس تأخذ الفسح، يعني تمر وهذه تحتاج إلى 5 أشهر عشان تمر على، وفي حال وجود أي ملاحظة ترجع مرة ثانية لنقطة الصفر على أساس تعدل الملاحظة حتى لو كانت بسيطة. للأسف الشديد يعني لماذا لا تجمع هذه الجهات في مكان واحد واستطاع المقاول أن يذهب مثلا مكتب التنسيق في الأمانة ويجد كل المؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية اللي لها علاقة في جانب التنسيق أن تكون متواجدة في مكان واحد ونتم من خلالها التنسيق خلال 10 دقائق خلال ساعة خلال ساعتين خلال يوم. نحن نتحدث عن 4 أشهر، إذا معاناة الأخوان هنا في الحي حتستمر 4 أشهر قادمة على أساس أن ينتهي المقاول من الفسح، ومتى يبدأ المقاول ومتى ينتهي ويتعثر المشروع. إذا نحن هنا نتكلم عن سنة تقريبا سنة نرسي فيها العقد وسنة ينتظر المقاول حتى تنتهي إجراءات الفسح، و3 سنوات 4 سنوات يقوم بمشروع، إذا هنا 5 سنوات أو 6 سنوات عشان مشروع بحي واحد، فما بالك في مجموعة أحياء. إذا حتنتشر الأمراض الأوبئة، للأسف السكان بيكونون متضجرين من وضعهم، قيمة الحي حتنزل، قيمة الأراضي البيع الشراء، إذا هناك كثير من الأشياء حتؤثر على الحي. أيضا للأسف الشديد هناك بعض من تحدثت معهم قالوا أن مزاجية موظف الأمانة أو مزاجية موظف التنسيق يستطيع إيقاف مشروع أو 10 مشاريع في لحظة واحدة. إذا أنا أتمنى من الجهات الرقابية، أتمنى من الجهات التي لها جانب خاصة هيئة الفساد أن تبحث عن هذه الجوانب، أن تعالج هذه الجوانب، أن تكتشف الخلل في جهات
الرسمية، في أماناتنا، في بلدياتنا، في جهاتنا التنسيقية. إذا حنا العالم اللي حولنا كيف يشتغل؟ إذا حنا نشتغل ب15 دائرة نبحث حتى نحصل على فسح، إذا كيف تشتغل دبي؟ كيف تشتغل دول الخليج الأخرى؟ كيف تشتغل دول العالم؟ إذا كانوا بيشتغلون بنفس طريقتنا أنا أعتقد لن يحققوا تقدم في السنة ولا 1%. فهذا شيء مؤسف حقيقة، يجب أن نراجع إجراءاتنا، يجب أن يكون لدينا فعلا تخطيط حقيقي، يجب أن يكون لدينا يعني إذا قلنا أن المقاول أخذ المشروع يجب أن يبدأ، وليس أن نقول بدأ المقاول اليوم يأخذ المشروع وبعد سنة نتكلم أن المقاول بدأ. هذا نعم. يعني حقيقة أنا طيب. لامسته يعني من المقاولين ومن أديب المقاولين اللي تحدثت معهم، أيضا كتب في بعض الصحف عن هذا الجانب وعن هذه المعاناة التي تتكرر سنة بعد سنة. نعم دكتور غازي جمجوم مساك الله بالخير، شرح لنا إبراهيم الشيخ وهو يمثل سكان الحي بأنه فيه الناس بدأت تذهب للمستشفيات، أصيبوا بداء حمى الضنك، في مستنقعات يعني داخل الحي الناس لهم سنتين، ماذا يعني ذلك يعني طبيا وفي علم الفيروس؟ هل فعلا في يعني في إمكانية انتقال فيروسات غير حمى الضنك؟ يعني هل يصنف الحي بأنه حي موبوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة طبعا الصور التي ظهرت توضح حالة الحي، ولا شك أنه وجود الصرف الصحي بهذه الصورة يكون مصدر لكثير من الأوبئة والأمراض. لا شك أنه مياه الصرف الصحي تحتوي على كثير من الجراثيم مثلا التي تسبب الأمراض المعوية، بكتيريا القولون، الفيروسات المختلفة زي الروتا فيروس، زي التهاب الكبد، ومختلف الحقيقة الأمراض التي تنتقل عن طريق تلوث ماء الشرب بالصرف الصحي. فهذه لا شك مشكلة مستعجلة ولا تنتظر يعني وقت طويل لحلها، يجب أن تكون هناك حلول سريعة على المدى القصير، لأنه يعني جميع السكان والأطفال يتعرضوا لهذه الأوبئة، وبالإضافة يعني رأينا بعض الحشرات، وأيضا لا شك أنه البعوض يتكاثر في المستنقعات. طيب. الناتجة. نعم دكتور غازي، كم يحتاج مثلا البعوض أو أي حشرات أخرى أو أي ناقل للفيروس، كم يحتاج وقت حتى يتكون ويتموضع في المكان؟ والله نحن بنتكلم على أيام، يعني البعوض يتكاثر بسرعة، وخاصة أنه يكون مستعد، يعني البويضات تكون في التربة وجاهزة لأنها يعني تفقس ويخرج منها بعوض في خلال أيام. فعشان كذا نلاحظ كل ما تجي أمطار أو أي مياه سيول أو كذا بيتكاثر البعوض بسرعة. والفيروس فيروس حمى الضنك بيكون في البويضة، في بيض البعوض في التربة، ولذلك فهو جاهز الحقيقة لنقل العدوى. نعم يعني احنا نتكلم عن سنتين معاناة الهيئة، كل سنة طيب، يعني وضع خطير جدا عموما. نعم لا شك انه يعني نعم فرصة كبيرة لنقل الأمراض المختلفة سواء المعوية او بواسطة الحشرات. نعم مهندس فايز، يعني يبدو لي التنسيق بينكم بين شركة المياه الظاهر ما هو موفق، يعني مثلا التهريب الكبير اللي في محطة الشعيبة ماذا عنه؟ طبعا هو يعني له انعكاسات سلبية على البحر، ايش صار على هذا الملف؟ لأنه ملف يتبع ملف بالمناسبة. لا موضوع، طبعا أنا أتكلم على موضوع المخطط. الأخوان انتهوا من تمديد شبكة المياه خلال الفترة الماضية، وحقيقة يعني المياه هذه ما ظهرت إلا خلال الفترة السنتين الماضية، رغم المخطط والناس موجودين، يمكن المخطط أكثر عمره أكثر من 20 سنة، لكن نتيجة زيارة العمران في المخطط وعدم وجود شبكة صرف صحي في المنطقة
ولجوء كل أصحاب العماير والمباني إلى ما يسمى بالبيارات، هذه أحد الأسباب في رفع مستوى المياه الجوفية. فالمياه هذه ليست هي مياه صرف صحي خالص، لا، هي منسوب مياه جوفية ارتفعت وظهرت على سطح الشوارع. لا شك أن هذه المياه بتسبب كثير من انتشار البعوض والأشياء زي كده، لكن الأمانة العاصمة بحكم مسؤولياتها وتوجيهات معالمية العاصمة حقيقة أولت المخطط يعني جل اهتمامها فيما يخص الرش، مكافحة اليرقات في أماكنها، بحيث تقضي بأكبر يعني أعتقد على أكبر نسبة من البعوض المتوالد في المنطقة هناك. طيب بس ما جاوبتني على موضوع لكن الشعيب. ما يخص تسرب الشبكة ما أعتقد أنه شبكة جديدة. محط الشعيب التسرب اللي افتح لي هناك إيش صار عليه؟ في إيش صار على الملف؟ محطة الشعيب اللي في الله. محطة الشعيبة. ما وضح سؤالك. محطة الشعيبة هناك حديث عن تسرب كبير. هذا التسرب يذهب للبحر وأيضا ينعكس سلبا على البحر لأنه فيها أيضا في تلوث. هذا التهريب وهذا التسرب. تسرب. نعم. يقال أنه لم هذا الملف يعني لم تهتم فيه لا الأمانة ولا الشركة. طبعا اذا طبعا لا شك مسؤوليه محطه الشعيبه هي مسؤوليه شركه المياه الوطنيه وشركه المياه المحلاه، وقد هناك الاداره المختصه في المحافظه العلبيه او الاداره العامه للمحافظه العلبيه، هذه قد تكون مناط بهم الاعمال هذه. مهمات العاصمه هي ما يخص يعني المخططات وداخل نطاق العمراني. بس عندما يتلوث بحر الشعيبه هذه ما هي من مسؤوليه امانه العاصمه ان تحمي او تدافع او طبعا هي لا شك تعاون الجهات الحكوميه كلها، لكن الاساس يكون المناط بها هي الهيئه العامه لحمايه الرصاد البيئة بخص ما يخص الشواطئ والاشياء هذه والمحافظه عليها. وقد يكون هناك في تنسيق، قد يكون في تنسيق هناك بين شركه المياه الوطنيه والاداره العامه لحمايه البيئة. نعم. طيب ايش الجديد مهندس فايز اللي يعني تغير في عملكم يعني منذ سنوات حتى الآن فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه القضايا؟ هل حدثت الأنظمة؟ هل في تغيير؟ هل بصراحة يعني هل عندكم مشكلة في 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 أخذ المبالغ المرصودة لكم في الميزانية؟ عندكم مشكلة المقاولين ترون تحملها جهة معينة سواء وزارة المالية أو غيرها؟ موضوع الاعتمادات، هل في مشاكل تعيقكم تخليكم يعني عند المواطنين مقصرين في هذا في هذا في هذه الملفات؟ حقيقة طبعا لا شك أمانة العاصمة وكجهاز إشراف كبير على المدينة بالكامل هي حق لا تهلو جهدا في تطوير المخططات جميعا، وبس هناك في تنسيق مع الجهات ذات الاختصاص يعني ما يخص تطوير المخططات من أعمال سفلتة ورصف وإنارة، هناك ترتيب مع الجهات المختصة بحيث أن تنتهي من البنية التحتية في تلك المخططات ومن ثم تتم السفلة فيها. لكن أنا لا أعتقد أنه في خلال الفترة الماضية وخلال ما سمعنا في ميزانية الخير والبركة من مبالغ متاحة أنه هناك مشاكل مالية، لكن قد يكون هناك بعض المقاولين الغير ملتزمين. حقيقة المقاولين غير ملتزمين في تنفيذ عقودهم في إعادة الوضع كما كان، وهذا حقيقة مكتب التنسيق يعاني من بعض المقاولين. أنت تقول غير ملتزمين، هم يقولون أنتم غير ملتزمين برضو ما تدفعون وتأخرونهم، يعني كل واحد يرمي المشكلة على الثاني. لا ما أشوف طبعا المقاولين ليس كل مرجعهم لأمانة العاصمة، كل مقاول تبع جهة التابعة له، يعني شبكة الصرف الصحي هي مقاول تبع شركة المياه. دور أمانة العاصمة هو فقط دور تنسيقي بين الجهات الحكومية. حتى تصريح الحفريات وتصريح بدل العمل هذا في مكتب التنسيق يتم إلكترونيا بين الجهات الحكومية على أساس يتعرف عن خدمات هناك موجودة بينتقله ويوصل لنفس المقاول ونفس الجهة طلبة الخدمة إلكترونيا. نعم. طيب أستاذ نايف، لما نيجي الحكي عن موضوع الصرف الصحي في السعودية، أم بغيت جدة وأم بغيت مكة وأم بغيت الرياض وأم بغيت الشرقية وأم بغيت كل المناطق، الناس صار عندهم ياس أنه هذه يعني وعود أحلام ميزانيات ضخمة بس ما في نتائج، يعني النتائج أنك أنت تقطع يعني هذا الملف تقفله نهائيا. في عمل
ولكن ليس في تصريحات مثلا، يعني مثلا عابد خزندار في الرياض الكاتب الكبير يقول انه مشروع الصرف الصحي في جدة، يتحدث عن جدة، لن يكتمل في ظل أمانة جدة العاجزة مثلا. ذكرت لي قبل شوي احنا ندردش قبل الهواء انه في تصريحات عام 2008 و2009 تقول سنقضي على، راح تقول لي لمن التصريح، خلال سنتين بنقفل ذا الملف، في الحين 2013 وكأنك ابو زيد ما غزيت، وقس وقس على ذلك. للأسف الشديد أنا لما قرأت هذا التصريح الذي ورد عام 2009 لأحد مسؤولي وزارة المياه، وزارة الكهرباء أو وزارة المياه والكهرباء، عام 2009 يقول ستنتهي مشكلة الصرف الصحي خلال سنتين. يعني أنت لما تقول 2009 و2010 و2011 و2012 وحنا اليوم 2013، إذا نسعى الآن في السنة الخامسة ولم ينجز ولا حتى 10 ولا 20 ولا 30% من الصرف الصحي على مستوى المملكة. حنا نتكلم عن مدن، الآن نتكلم عن 3 مدن أو 4 مدن، فما بالك بالمحافظات، بالمناطق الريفية، بالمناطق التي هناك فيها مياه جوفية أو فيها مياه يعني تنضح في 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 كما ذكر بعض الأحياء هناك نضح مياه من خلال لا سمح الله اللي هي البيارات من خلال كذا. للأسف الشديد حتى الرياض لما تجي الرياض تلقى شمال الرياض الآن الصرف الصحي فيه يعادل 30% فقط لأحياء شمال الرياض، يعادل نسبة كبيرة من المنطقة. أيضا منطقة شرق الرياض تقريبا 45%، تقريبا جنوب الرياض تقريبا 80%، غرب الرياض تقريبا 85%. إذا نجي الوسط الرياض اللي أصلا فاضي، وسط الرياض يقول لك ولله الحمد وسط الرياض الآن عندنا 100%. طيب متى وصلهم أصلا وسط الرياض؟ ما وصلهم إلا بعد تقريبا 30 سنة أو 35 سنة. إذا إحنا ليش نصدر الآن بالأحياء الجديدة؟ ليش نعطيه فسح ونخليه يسوي مخطط ونخليه ذا وإحنا ما عنده لا صرف صحي ولا عنده تصريف سيول ولا عنده حتى المجرى؟ لما يسوي صرف صحي داخل الحي ماله منفذ لمجرى المياه الصرف الصحي اللي يذهب للأسف إلى منطقة جنوب الرياض، إذا كان بالأصح لازالت المياه تجري إلى وادي حنيفة أو للمنطقة هذه. إذا نتكلم عن جدة للأسف تحال مياه المجاري إلى البحر، إذا نلوث البحر. هناك لدينا هي معالجة، أعتقد يعالجون معالجة، بس هل المعالجة كم نسبة المعالجة كم كذا؟ هناك لابد هناك تقارير، لابد هناك وضوح، لابد هناك شفافية. لدينا سمعنا اليوم لدينا أمراض السرطان نسبتها عالية، لدينا أمراض للأسف الشديد الأمراض الفيروسية نسبتها عالية، لدينا أمراض الآن وزارة الصحة عاجزة أن تقدم الخدمة بسبب وجود مثل هذه المياه التي للأسف الشديد أثرت على أطفالنا، أثرت على النساء، أثرت على مستوى للأسف الشديد المستوى الصحي. إذا هناك معاناة بس ليست فقط في تجمع المياه في شارع، هناك أمراض، هناك أوبئة، هناك بيئة تتأثر، هناك بنية تحتية تتأثر، هناك مجتمع أيضا يتأثر. كيف يتحضر هذا المجتمع وهو يجد أمامه مياه آسنة أمام منزله؟ كيف تستطيع أنت أن تقول يعني يجب أن يكون منزلك نظيف، يجب أن تكون لديك أشجار، يجب أن... طيب أنت يا أمانة الأمانة المنطقة الموجودة أن تطالبني في تحسين البيت وتحسين بيئة البيت وأنت ما استطعت تحسن لي الشارع؟ إذن وين الجهات؟ أنا أتمنى أن تكون هناك مؤسسات مدنية تحاسب وتتابع وتنشر مثل هذه المشاكل التي نواجهها. لدينا تقريبا أعتقد ميزانية تفوق 24 مليار لوزارة المياه، أين ذهبت هذه المليارات؟ لماذا لا نجدها في العيان؟ خلنا بس سلامة الناس اللي في الحي مهمة جدا. دكتور غازي، يعني بماذا تنصح يعني سكان الحي الآن؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ والله يعني الحقيقة العتب ما هو على سكان الحي، ولكن على يعني أمانة مكة المكرمة والجهات وشركة المياه الوطنية والجهات المسؤولة، لأنه في الحقيقة صعب يعني أنه المواطن يعمل حاجة من عنده، يعني هذه مشاريع كبيرة وتحتاج إلى حلول سريعة. طبعا أنا لا أعرف يعني البنى التحتية في هذا الحي، ولكن المفترض أنه كل منزل له بيارة يعني كما هو متعارف عليه. فماذا حصل يعني كيف يعني وصلت المياه، فين مصدر المياه هذه؟ نعم. هذا سؤال هندسي الحقيقة يجب. لا هو المهندس فايز يقول المشكلة البيارات يقول ربما الآن، لكن لا بسألك يعني أنا أقصد وأنا لا أتهم سكان الحي، أنا أقول إيش تنصحهم فيه طبيا عشان وضعهم الصحي؟ يعني هل في لقاحات مفروض يأخذونها وقائية؟ هل تنصحهم ب يعني ممارسات معينة مفروض ما يعملونها حتى لسلامتهم سلامة أطفالهم؟ والله أهم شيء طبعا سلامة مياه الشرب والأكل، يعني يجب أن يعني الحرص على أن تكون مياه الشرب نقية،
فأي احتمال للتلوث يجب أن يبعد، ويجب أن يحتاطوا بشراء المياه النظيفة والمحافظة عليها. وإذا في أي شك في اختلاط المياه بالصرف فهذا يجب أن يعني لا تستعمل هذه المياه في الشرب أو في غسل الخضروات. وطبعا الطهي الجيد للأكل، الحرارة بتقتل أغلب الميكروبات. بالنسبة للقاحات طبعا هناك لقاحات كثيرة يجب الحرص عليها. اللقاحات الروتينية للأطفال كلهم معروفة، منها شلل الأطفال طبعا، ولكن أيضا أضيفت لذلك لقاحات للروتا فيروس، هذا من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الماء الملوث بالصرف، فهذا من اللقاحات الجديدة التي أضافتها وزارة الصحة، طبعا ينصح به للأطفال في السن المطلوبة. وهناك لقاح التهاب الكبد ألف أيضا، هذا الذي يمكن أن ينتقل بواسطة الماء الملوث والطعام الملوث، فهذا أيضا طبعا ينصح به للأطفال، وهو داخل ضمن التطعيمات الجدول التطعيمات الأساسية الآن. نعم. فيجب الحرص على هذه الأشياء، ولكن النظافة لأن هناك عدد كبير من الأمراض الحقيقة لم أستطع ذكرها يعني، وليس لا تشملها اللقاحات المتوفرة، ولذلك النظافة وغسل اليدين قبل إعداد الطعام وطهي الطعام جيدا واستعمال ماء نظيف يعني هذا من أهم الأشياء. نعم. طيب راح نتوقف مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن معاناه سكان حي ابو مراغ في مكه. ضيوفي الاعزاء المهندس فايز كنساره وايضا الدكتور غازي جمجوم، ومعي في الاستوديو الاستاذ نايف الحربي، وكان معنا ابراهيم الشيخ على سكان الحي. مهندس فايز، تحدثنا عن المشاكل وليش وكيف. قبل لا ننهي ابغى تعطينا جدول زمني نكلم فيه سكان الحي يقولون والله معاناتنا انتهت. حقيقة طب لا شك المقاول لو ترسل مشروع المقاول، طبعا الجهة المشرفة على هذا المقاول في تمديد الصرف الصحي شركة الماء الوطنية، كان في تنسيق مع رئيس البلدية الفرعية في المنطقة هناك، ويتوقع أن خلال السنة القادمة إن شاء الله ينتهي من الشبكة الأساسية كلها حقت المخطط. طبعا لا شك تفاصيل الجدول الزمني وتفاصيل التوصيلات هذه قد تكون مناطة بشركة المياه الوطنية اللي هي جهة المختصة في توصيلات الصرف الصحي للمباني كلها. نعم. خلينا بس، لكن اللي أقدر أكده. نعم تفضل تفضل. إنه هناك في توجيهات معالي الأمين إنه الإدارة العامة لصرف السيول بحيث تقوم بمعالجة هذه المياه الجوفية، في هناك دراسة قائمة بإنشاء شبكة لتصريف هذه المياه الجوفية من خلال شبكة تصريف مياه الأمطار. نعم. طيب مهندس فايز، بس سؤال أخير الحين، يعني بعد سنة إن شاء الله تنتهي المعاناة، العمل اللي أنت تقوم فيه ذكرت لي حلول يعني زي ما تقول وقتية أبار ارتوازة، وبدأهم في الحفر كما ذكرت، هذه متى راح يعني تنتهي نهائيا أيضا، حتى الناس لأن سنة يعني 20,000 واحد راح يمرض والمعاناة تستمر وكل شيء. خلينا يعني الموضوع الاستراتيجي سنة قلنا يخلصون، لكن الحلول هذه الوقتية متى؟ شهر، شهرين، أسبوع، أسبوعين؟ لا حقيقة الأبار الارتوازية هذه هي لتقليل من المشكلة وليس إنهاء المشكلة. إيه تقول بديتوا في الحفر، متى بتخلصون؟ كم بير بتحفرون؟ متى بتخلصون؟ يعني عشان يطمنون المشاهدين اللي ساكنين في الحي اللي يتابعون. نعم. حقيقة الأخوان أكدوا إنه في دار عام صرف السيول بدوا يشتغلوا فيها، وحقيقة هم العدد لا محدود، كل ما يحتاج حسب الدراسة اللي عندهم يحتاجوا إنه يحفروا في كل منطقة وفي كل مربع بير ارتوازي بحيث يقضي على هذه المياه هم حينفذوه على طول، فهي حتكون محرلة مفتوحة ليس لها حد معين لين تنتهي المشكلة. طيب يعني هذا العدد الآبار مفتوح، بس متى؟ هذا أنت قلت لي هذا حل وقتي، يعني خلي بالك. نعم يعني أنا أتكلم بالتوازي مع المقاولة شغال، قد يكون في خلال 3 شهور إذا انتهت كثير من المشكلة
فقد خلاص حيوقفوا، لكن إذا احتاج إنه يحفر أكثر من آبار يحفروها، لأنه هي مشكلة مياه جوفية، لو أنت عالجتها في منطقة تقدر تظهر في منطقة تانية أخرى في المخطط. نعم. طيب أستاذ نايف، تعليق أخير. أنا تعليقي على موضوع كم النسبة، يعني أنت تكلمنا عن حلول وقتية، لكن كم نسبة المياه التي يعني عندما نحفر هذه الارتوازات كم تقلل نسبة المياه الموجودة على في الأحياء؟ يعني هل هي 20% 30% 40%؟ هل هي نتائجها يلمسها المواطن أو لا؟ يعني إحنا إذا كان الحي ما نلمسها ويقول لك هتطلع مكان ثاني، إذا إحنا نحفر في الشارع هذا ونلقى الماء يطلع في المكان الثاني ما نستفيد، لأن أصلا المنطقة كلها مشبعة بالمياه، لأن كما ذكر أكرم السامعين عندنا اللي هي البيارات الموجودة متشبعة كل الحي في المياه، فلماذا لا يكون هناك على الأقل توصيلات معينة بحيث من منطقة يوصل المنطقة بعيدة عن الحي، بحيث أن الموية هذا يستطيع أن يخرج من دائرة الحي، الدائرة طبعا قريبة من الحي أكيد بتأثر على الحي، لكن على الأقل أمام المنازل الشوارع الحدائق، لاحظنا قبل شيء يمكن شفت بعض الأراضي الفضاء والبيوت يعني تفتح عليها للأسف الشديد فيها مياه كثيرة، طبعا ممكن يغرق أطفال، ممكن الصحة برضه زي ما ذكرت قبل شوية الفيروسات والمشاكل، وأيضا ما يتعلق في 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 بيئة الحي، يعني للأسف الشديد يعني لو الحي ذا بشمال في أحدى يعني مثلا نقول مثلا شمال الرياض أو شمال جدة أو في أحياء راقية تلقى مجلس هو يوم واحد ما عندهم مشكلة، تذهب المعدات ويستطيعون أن ينفذون المشروع بوقت قصير، وحيأتون في مقاول على شيك مفتوح ومقاول كبير، ويستطيع أن يأخذ أن ينهي المشكلة يمكن خلال أشهر بسيطة، بينما الأحياء التي يسكن فيها ناس بسطاء يسكن فيها أحياء بسيطة أحياء قديمة أو أحياء شعبية للأسف الشديد هناك للأسف الشديد نرسلهم للشركات البسيطة التي تأخذ مثل هذه المشاريع البسيطة، حتتأخر المشاريع، حيواجهون بعض المشاكل في ترسية عقودهم، حيواجهون مشاكل في الفسحات. إذن أنا متأكد أن الحي سنأتي العام القادم أنا وأنت هنا في نفس هذا التاريخ وسنجد مشكلة الحي قادمة إن شاء الله، لكن أتمنى أن نكون متشائمين، لكن أتمنى أن تحل بطريقة سريعة، أتمنى أن كل مواطن في مملكتنا الحبيبة أن يرى الصرف الصحي عند كل بيت عند كل منزل عند كل شارع وكل حديقة. المشاكل أيضا تأتي الأمطار اليومين هذا، طيب إذا أتت الأمطار اليوم كيف يحلون المشكلة؟ إذا اجتمعت مياه الأمطار ومياه الله يكرمك البيارات ومياه الغسيل البيوت ومياه ومياه ومياه، إذا حنا نجد الحي عندنا حفلة أي نعم سيغرق الحي. شكرا لك شكرا لك أستاذ نايف الحربي الكاتب في صحيفة المدينة على حضورك معنا. شكرا لك أيضا، شكرا للمهندس فايز كنسارة وهو مدير عام التخطيط في أمانة العاصمة، شكرا لك حضورك استاذنا من جدة. شكرا للدكتور غازي جمجوم وهو استاذ علم الفيروسات جامعة الملك عبد العزيز كان معنا استاذنا من جدة. ايضا شكرا لابراهيم الشيخي احد سكان الحي تحدث باسمه كان معنا من جدة. راح ننتقل لموضوعنا الثاني لهذا المساء، لكن نتوقف مع فاصل ثم نعود لكم بعد قليل. خلنا نرجع في البنوك أحسن. توقعت دراسة عدتها وحدة التقارير الاقتصادية في الاقتصادية عن أن قطاع المصارف المدرجة في السوق السعودية ستنمو الأرباح بنسبة 15% عام 2013، حيث من المتوقع أن تبلغ 32.71 مليار، مدعومة بمجموعة من العوامل من أهمها إقرار قانون الرهن العقاري وترقب تطبيقه خلال العام، إضافة إلى توقعات بفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب مما سينعكس بدوره إيجابا حسب المراقبين برفع إيرادات عمولات وساطة الأسهم لشركات الوساطة التابعة للبنوك. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا يرحب معنا في استديوهاتنا هنا بالمحلل الاقتصادي الأستاذ طارق الماضي، أهلا وسهلا بك. الله يحييك. الله مع هذه الدراسة، لو استبعدنا مثلا العاملين الرئيسية اللي انقالت اللي هو الرهن العقاري، لأنه الرهن العقاري تعرف في وعد قديم وجلسنا 6 سنين وما صار، والحين قريبا في السعودية غير تعريفها في الأماكن الأخرى، يعني ممكن يصير ممكن لا ممكن يتأجل. أيضا موضوع أنه السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول السوق كلام قديم جديد، كل سنة يقولون بيصير. لو حطينا هذه العاملين أنت مع الفكرة، وخلنا نتخيل أن هذه العاملين لن تحدث، هل ممكن تنمو في عوامل أخرى تجعلنا نقول بأن الأرباح ستزيد؟ البنوك لدينا لا يمكن أن تخسر إطلاقا إلا في حالة وجود فساد إداري.
حتى لو كان هناك وجود فساد إداري متوسط، فساد إداري في البنوك تقصد. في البنوك نعم، يعني يكون فساد إداري، حتى لو كان فساد إداري متوسط وهو موجود لا يؤدي إلى خسائر البنوك لأنه أرباحها كبيرة جدا جدا. كل العناصر والعوامل، لأنه مثلا مؤسسة النقد هي مثل الأم لهذه العشرة بنوك، لذلك كل العوامل مرسخة لكي تخدم هذه البنوك. خليني أعطيك مثال بسيط وصغير جدا. عندما رخص قبل حوالي 4 أو 5 سنوات لشركات الوساطة اللي مش بنوك، قيل لنا أنه لا يجوز أن تكون البنوك تكون هي وساطة وفي نفس الوقت لديها محافظ، وفي نفس الوقت تقدم قروض للعملاء، وفي نفس الوقت تتعهد بالتغطية. يكون هناك تضارب في المصالح، يعني أنا لو موظف في بنك وأنا أدير محفظة أقدر أشوف محافظ العملاء الآخرين قدامي لأني وسيط، وأعرف كيف هم يتحركون، وبناء عليها يكون عندي أفضلية في إدارة المحافظ. قيل لنا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات أنه طرح هذه الشركات في السوق هو بهدف أنه في فترة من الفترات سوف يتم إبعاد البنوك عن مجال الوساطة. كيف أبعدوها؟ صارت كابيتال، أضافوا كلمة كابيتال، الموظفين هم نفس الموظفين، النظام هو نفس النظام، لم يتغير أي شيء. أنا الآن أقول لك البنوك تستفيد من هذه الميزة. شيء آخر، إذا أخذناها فقط على سوق الأسهم، لنأخذ أي اكتتاب يطرح الآن من بداية طرحه المستشار بنك، عندما يجي يطرح متعهد التغطية بنك، عندما يجون يغطونه اللي 50% اللي تعهد بالتغطية 50% محافظ بنوك في الغالب معها بعض الشركات الأخرى. الآن عندما يتم الاكتتاب جزء من الاكتتاب يروح لمحافظ بنوك، كيف تبغاهم يخسرون؟ مستحيل يخسرون. طيب خلصنا انه ما راح يخسرون، احنا نتكلم حتى لو تشوف موضوع انا ما جاب طاري الخساره، واحنا نتحدث عن زياده او تقريبا نتحدث عن زياده 15% في الارباح. هو مفروض الان ومن غير رهن عقاري ومن غير اي شيء مفروض لا تقل نسبه النمو عن 25%، لكن لانه هناك تجنيب للمخصصات من عام 2008 وصلت او تخطت 25 مليار، هذا كاحصاءات وليست احصاءاتي، هذا اللي يؤدي إلى أنه أرباحها الآن تشوفها أنت 10%، 7%، 8%، ليس بسبب أنه السوق حق البنوك أو الخدمات التي يقدمونها غير مطلوبة، ولكن بسبب عملية المعايير التي كان يعطى بها القروض. أنا بعطيك بس مثالين صغيرين، فليعطوني البنوك اللي أعطوا المعجل قروض مليار وأكثر، فليعطوني ما هي الضمانات التي قدمت لهم. عندما قام أحد البنوك بإعطاء شركة عذيب قرض بنك واحد، أعطى شركة 1,250,000,000 قرض، ما هي كانت الضمانات؟ هل كانت الضمانات جلسة مع بعض ونبغى قرض وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، أو كان هناك أصول تضمن؟ أنا أقول لك دحين أنا قدامك، لو لم يتم تخفيض رفع رأس المال ورفع رأس المال بالنسبة لعذيب وضخ مزيد من الأموال في الاكتتاب، لم يكن هذا البنك لكي يسترجع 1,000,000 من ملايينه. إذن الآن بس عدس في ناحية من حق البنك لما بيقرض أنه يعني يكون عنده شروطه، يعني ما هي مشكلة، ما في مشكلة في هذا الموضوع. صح، بس الشروط اللي كانت في 2008 و2009 ليست هي الشروط الموجودة الآن. الآن أسهل ولا أصعب؟ أصعب، ولكن هذه الشروط مرنة، ليست ذات معايير واحدة أمام كل العملاء. يعني بعض العملاء يأخذها بالمعرفة، يأخذها بالعلاقة، يأخذها باجتماعيا، يأخذها بأي طريقة. نعم، عموما كل اللي وردوا لهم حق الرد إذا بغوا. ممتاز، ما أصلا كل الكلام اللي أنا بتكلم عنه شخصيا. لا لا لا، بس هذا مهني. ممتاز، أوكي، ما في مشكلة. أنا مثلا لما أتكلم عن القرض بذكر لك أن القروض هذه قدمت شركة المعجل مثلا، هذا هو الإعلام موجود، حوالي 6 بنوك مكشوفة. على فكرة هذه البنوك تقوم بتجنيب مخصصات في الربع الرابع الآن، وسوف يؤثر في أرباحها. ما هي الضمانات لإعطاء القروض؟ أنا أقول لك ما في ضمانات. طب أنا بعطيك مثال بسيط، مقارنة بسيطة. عندما حصلت الأزمة المالية في الولايات المتحدة في القطاع المصرفي، نعم، حصلت خسائر وانخفاضات في البنوك، استقال لديهم في القطاع، لم يبقى مديرا تنفيذيا عاليا أو متوسطا في هذه البنوك إلا استقال بنفسه أو تم إقالته. أنا أقول لك الآن وهم يسمعون كلامي، ويستطيع أي واحد يقول إن كلامك غلط، عندما تم تجنيب أكثر من 25 مليار في قطاع البنوك لدينا، من الذي استقال؟ هل استقال أحد؟ لم يستقل أي أحد. سياسة الاعتراف بالغلط
والابتعاد عنها هذه أساسا غير موجودة لدينا. هم لا يستقلون إلا في حالة واحدة، إذا زعلت عنهم مؤسسة النقد. ولكي لا يبان أني أنا متحمل على مؤسسة النقد، أنا لا أزال أتذكر تصريح محافظ مؤسسة النقد السابق، عشان برضو أكون دقيق، عندما خرج بعد أزمة لايمان برادر التي كنا نتناقش في سوق الأسهم والقطاع قاعد ينزل، أنه أحد البنوك لدينا من احتمال يكون أنه حاطط في البنك هذا فلوس، ساكتين ما قالوا شيء، حتى خرج علينا وصدمنا محافظ، قال أنا اتصلت على مدراء البنوك وطلبت منهم أنهم يصرحوا أنه ما عليهم أي مبالغ عند هذا البنك، يعني هم أساسا غير قادرين أن يصرحون. وهذا التصريح موجود، أي واحد يستطيع أن يبحث عنه. لذلك أنا أقول لك لا، أكثر قطاع يحتاج إلى الشفافية لدينا قطاع البنوك. طيب ما الذي سيضيف في حال كان الرهن موجود والسماح للغير المستثمرين الأجانب بالدخول في سوق الأسهم؟ بالنسبة للرهن العقاري أنا متأكد أنه سوف يفيد البنوك، لأنهم سيقدم لهم منتج جديد لتقديم قروض بضمانات أكبر. وعندنا المثال الموجود في أمريكا بسيط، أنه إذا كانت البنك نظاما بالنسبة للأفراد، على فكرة البنك لا يواجه مشاكل مع القروض حقت الشركات، إذا ضاعت يعني عادي يقدر يجنب مخصصات، لكن هو مشكلته بالنسبة للإقراض للأفراد. في الماضي أو في الوقت الحالي عندما يقدم قرض عقاري يكون ضمان استرداد هذا المبلغ بالأنظمة والقوانين المطبقة حاليا شبه معدوم. يعني لا يستطيع أن يخرج حدا من بيته، ولا يستطيع أن حتى لو كان عليه قرض. الآن حسب الرهن العقاري لا يستطيع أن يأخذ البيت، ويستطيع أن يطبق نفس المعايير التي في الولايات المتحدة الأمريكية إذا طبقت، أنه يسحب البيت ويأخذ المبلغ. طيب هل صحيح أنه في بنوك سعودية تؤمن أيضا على القروض؟ إعادة تأمين، كل شركات التأمين لدينا تعمل إعادة تأمين. يعني دحين أنت لو رحت وعملت تأمين في أي شركة تأمين لدينا، هي تقوم أساسا بعمل إعادة تأمين لهذا التأمين. لا يستطيعون أن يتحملوا مخاطرة القرض 100%. لذلك إعادة التأمين تخلي التكلفة تنخفض مثلا 40% 50% على حسب كل شركة. وأنا ما هالنقطة الجزئية ما أعتقد أن فيها مشكلة. المشكلة وين طيب؟ المشكلة زي ما قلت لك أنه لا يوجد معايير واضحة محددة بالنسبة للبنوك تحدد ما هو مصلحة العميل ومصلحة البنك. يعني البنك أنا أعتقد البنوك لدينا تغولت في الفترة الأخيرة. خلي أعطيك مثال بسيط، الآن يقال لنا أن شركة سيما هي وسيط عادل ما بين البنوك والعملاء. طيب أنا أقول لك ادخل على موقع سيما هتلاقي أعضاء مجلس الإدارة هم 10 أعضاء من 10 بنوك. من يملك هذه الشركة؟ يملكها البنوك. من الذي يدفع رواتب سيما؟ البنوك. إذن بأي منطق أنت تبغى تقول لي أنه شركة سيما حتكون؟ شركة سيما التعريف العادل بالنسبة لي المنطقي هي الشركة المخولة لها أن تحاول أن تحمي حقوق البنوك وليس حقوق الأفراد. حقوق الأفراد لا يوجد حد يحميها، أنا أقولها بمنتهى البساطة، لأنه لو حصل لك مشكلة ولو حط حدا في سيما لن يستطيع أحد يشيله. وأنا عندي حالات أستطيع أن أثبتها عن ناس وضعوا في سيما في القائمة السوداء وأساسا هم عمرهم ما دخلوا بنك في حياتهم. لأنه هذا دائم في شكاوى عليه. طيب من المستفيد هنا؟ الآلية سيما أوجدت لكي تحمي حقوق البنوك. الآن يتم عملية التبادل حقة المعلومات. يعني أعطيك مثال أستاذ علي، لو حطوا اسمك في القائمة الآن وانت اكتشفت بعد كده انك غلط، ان اسمك محطوط وشالوك، يظل الهستري موجود على فكرة انك حطيت في هذه القائمة. انا عندي حالة موجودة مثلا، حالة يعني من حالات، شخص حط في احد البنوك لدينا، بعد ما حط اتصلنا عليهم، انا اتصلت بعلاقاتي الشخصية في البنك، اكتشفنا انه ادخل هذا الرقم بالغلط، رقم بطاقته فقط، بدل 6 حط 9. رحت رجعنا للسما، سما قالوا ارجع للبنك. قعد المسكين ما بين البنك وما بين الشركة، واسأل اي حد من الاستوديو، روح للبنك روح لل آخر شيء كيف شلنا؟ بمنتهى البساطة بالعلاقات الشخصية اتصلت على أحد البنوك وشلته من غير إجراءات رسمية. لكن أنه سيما تقول أن لديها القدرة على أنها تدرس الحالات وتشيل بعض الحالات إذا صارت غير متوافقة مع ضوابط معين، أنا أقول لك بمنتهى. طيب الآن حتى لو تأكدوا أنه هذا الشخص مظلوم، حتى لو تأكد وشالوا اسمه يعني يؤثر عليه في تصنيفه؟ نعم. الائتماني؟ نعم. طيب ألا يحق لهذا أن يقاضيهم؟ المشكلة دالحين أنه ما عندك قبيل. يعني بما معنى أنت لو مثلا أخذت قروض وتعثرت ومسى، أو بلاشي لو أنت أخذت قرض وادعى أحد البنوك أنك أنت أساسا تتأخر عليهم في السداد، ادعى وليست حقيقة، هذه تتسجل في الهستوري عليك، لما تجي في المستقبل تقدم على بطاقات أو تقدم على بنوك أخرى أو أي قروض أخرى حيطلعوا الورقة هذه وحيقراها، حيقول لك لا والله أنت سجلك مو كويس.
هذا أنا لو كان السجل هذا عادل ويمثل الحقيقة أنا ما لي مشكلة فيه، لكن أنا أقول لك أنا لدي حالات عن أشخاص أدخلوا في القائمة السوداء وهم أساسا ليسوا عملاء بنوك. موجودة الحالات، ممكن أجيبها لك وأعرضها لك. القضية هنا إنه الآلية التي وضعت فيها سمة ليست حقيقية، وعشان أوريك حتى أن الوضع القانوني لها غير حقيقي، لكي يحق للبنوك أن تتبادل المعلومات ما بينها هذا غير قانوني. الذي يحق للتبادل المعلومات هو مؤسسة النقد فقط. لكي يتلافوا هذه الجزئية، لو دخلت على الموقع حتلاقي مكتوب في البداية شركة سمة الشركة تعمل تحت مظلة مؤسسة النقد. في نظام الشركات لا يوجد شيء العمل تحت مظلة، يوجد شركات مساهمة، يوجد شركات مغلقة، يوجد شركات ذات مسؤولية محدودة، ما في شيء اسمه تحت مظلة. عندما تعمل أي عمل لابد أن يكون مسؤولية محددة، هنا في سمة غير محددة. أنا ما أبغى أركز على سمة. البنوك أيضا لو أنت دققت تحاول تعمل تجميل لمظهرها الخارجي، لا تحاول أن تصلح المشكلة. يعني مثلا اللجنة المصرفية بي آر وعمليات دعاية لعمليات البنوك فقط لا أقل. السؤال الآن، هؤلاء كلهم يحمون البنوك، من يحمي الفرد؟ إذا أعطيتني يقول لك البعض اذهب إلى مراقبة البنوك في مؤسسة النقد، أنا أقول لك لن تأخذ أي شيء، لأنه برضو عندنا معيار آخر غلط. في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يخرج حدا من الفيدرالي الأمريكي لكي يتعين في بنك لا يحق له أن يتعين إلا بعد 5 سنوات. لدينا يقدم استقالته من مؤسسة النقد اليوم ويتعين مدير في بنك بعد 5 أسابيع. هذه النقطة هذه هي التي تجعل البنوك ضعيفة أمام مؤسسة النقد، وتجعل مؤسسة النقد ضعيفة أمام البنوك. هنا المعايير هذه لابد أن تضمنها لكي تضمن الشفافية. أما البنوك، لا، هو لما يكون واحد ضعيف أمام أحد فغير منطقي أن يكون حتى الثاني ضعيف أمامه. إذا كان مثلا قوي، بس إذا كان أشرح هذه كيف استعلي. إذا كان حدا في مؤسسة النقد يقوم بتعيين أخوه ولا بتعيين أقرباء في أحد البنوك، وكان هذا البنوك عليه مخالفات معينة من حيث الانضباط ولا لا، هل سوف يطبق المعايير بشفافية أو بيكون تعيين أقرباء أو تعيين حدا من عنده، والأسماء معروفة على شكلها ما فيها أسرار أساسا، هل هو بيكون قادر أنه يطبق؟ ما حيقدر يطبق، حيكون ضعيف. مهما قلنا أنه عادل لابد أن يكون ضعيف، لأن الجماعة جاملوه بطريقة أو بأخرى. لكن لو كان فيه معايير تمنع هذه الحالات أن تكون موجودة، صدقني في الحالة هذه سيجد المسؤول أو الشخص اللي موجود في منصب أنه مو مضطر أنه يجامل البنوك. أنا شخصيا سبق أنه حصلت لي غلطات من أحد البنوك لم أستردها بالنظام، استرديتها لما ابتديت أسبب عليهم نوع من أنواع الضغط بكثرة المطالبة والإلحاح. لكن في الأخير لما رجعوه قلت أنا متأكد أني صح، لو أنا مش صح ما رجعتوا لي المبلغ. هنا أرجع أقول لك مرة ثانية، من يحمي شخص موجود مثلا في قائمة السوداء إذا هو أساسا غلط وجوده؟ هذا كلام خطير. عموما السمة ومؤسسة النقد لهم حق الرد، وبالمناسبة النقطة هذه اللي هي القائمة السوداء في عندنا شكاوى كثير، لا في أهلها ولا في أكثر من كلام في الإذاعة عن هذا الموضوع تحديدا. والمشكلة أنه الناس، أنت يعني عندك علاقات وحليت، لكن في ناس يعني سنوات وهم روح البنك مثل ما ذكرت، يقول لك روح سمة، سمة تقول روح البنك، والنهاية ما في أي نتيجة. إذا الأخوة في سمة طلبوا معلومات أنا أقول لك لدي حالة مستعدة أجيبها لك، الشخص كان موضوع في قائمة في أحد البنوك في القائمة السوداء وعجز، ما قدر يطلع من هذه القائمة على مدى شهور، ولم يتم إطلاعه إلا بالعلاقات. على فكرة من المفترض أن العلاقات لا يكون لها قيمة في هذه الأمور، يكون في نظام سيستمي، يكون في نظام. يعني إذا كان شخص ما عنده علاقات يظل في القائمة السوداء على طول، نعم هذه مشكلة. مشكلة عموما، مشكلة، وننتظر الحقيقة رد سمة ومؤسسة النقد. أنا أرحب فيهم في هذا في وقت. وعند أستاذ طارق حالات، وعندي أيضا حالات. أستاذ طارق الماضي محل اقتصاد، شكرا لك على حضورك معنا في أهلا، إن شاء الله نلقاك في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. أيضا أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا، ألقاكم غدا في أمان الله.